بسم الله الرحمن الرحيم. احبائي احباء كايرو دار، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده وحلقات المراجعه النهائيه وليله الامتحان. احبائي النهارده ان شاء الله الحلقه دي بالذات سبيشال. ليه بقى؟ هنتكلم على كل الجرامر بتاع المنهج. الناس ما ذاكرتش جرامر طول السنه، هتركز دلوقتي معايا وبشكل بسيط جدا جدا بشكل سلس كده، ونحاول نسترجع مع بعض جرامر من يونت 1 لغايه يونت 18. تمام، نبدا مع بعض بسرعه. بص، جمله زي كده هنلاقي عندي الكلمات المكتوبه هنلاقي دايما في ديفرنس ان كالرز، يعني هنلاقي دايما كلمات ان ريد اند اذرز ان بلاك. ذا فيلم ستارتس ات 9 o'clock. جمله زي كده كلنا متفقين اني مواعيد سينما، المسرح، جدول الامتحان، جدول الدوري، الطيران، الكلام ده كله حاجات جداول ثابته، فبالتاكيد بستخدم بريزنت سيمبل. دايما بيبقى عندي فاكتس او هابتس، تمام، فبستخدم البريزنت سيمبل زي ما بقول دايما، اللي هو الفيرست كونجيجيشن اوف ذا فيرب. طيب، ممكن تيجي جمله زي كده فايند ذا ميستيك، يقول لي ايه؟ ذا فيلم از ستارتنج. هقول له لا، ستارتس. لاحظوا، انا هجيب الجمله وهقول دايما ايه البدائل اللي ممكن تيجي وهلتزم باجابه الصح فقط. تمام، هيقول لي ذا فيلم ويل ستارت، هقول له لا، ذا فيلم ستارتس. تمام، نمبر 2، وي هاف بوكد ذا تيكتس، وي ار ترافلنج تومورو. ايه رايكم لو كان مكتوب وي هاف بوكد ذا تيكتس وي ار جوينج تو ترافل؟ الناس هتقول لي لا، صحيح احنا هنا وي هاف ارينجمنتس، عندنا ترتيبات. وي هاف بوكد تيكتس as we have arrangements so we must have present continuous. يعني ما ينفعش اقول we are going to travel، هلتزم باجابه اللي هي we are traveling because we have booked tickets. ده الدرس الاول او الوحده الاولى اللي بتتكلم على future forms، اشكال المستقبل. تمام، نمبر 3، I think. if I say I think this means a prediction، I am not sure، انا مش متاكد، عشان كده بقول it will rain. I think it will rain، ده بالنسبه لنا مجرد تنبؤ، وعارفين دايما في التنبؤ بستخدم will والمصدر. نمبر 4، there are clouds، it is going to rain. better to say there are bad clouds or thick clouds او dark clouds. يعني في ناس تانية بتعتبر ان كلمه clouds دي سبب، مش strong evidence، مش دليل قوي، عشان كده بيفضلوا يستخدموا it will rain. بقول في الامتحان هيقول لي مثلا there are dark clouds، سحب سوداء، يبقى هنا this is a clear evidence، a clear clue that it is going to rain. this is a near future. تمام، بستخدم الصيغه بتاعت be going to لما اكون بتكلم على حدث شرعنا في عمل بالفعل او بدأنا نعمله بالفعل. نمبر 5، 10 مليون باوند از ا لوت اوف ماني. 10 مليون باوند، نسمع الرقم كده جمع، 10 مليون باوند، لكن ما تنسيش قلت رقم، الرقم ده اصلا كمجمل 10 مليون، دي كلها بتكلم على مبلغ واحد، فده مفرد. تمام كده، ممكن اقول از ا لوت اوف ماني از ا بيج سام اوف ماني. بيج سام، سام هنا مبلغ، فاصبح بالتاكيد سنجلر. نخلي بالنا الكلام ده الموجود عندنا في الوحده الثانيه لما بتكلم على المفرد والجمع، قلنا 10 مليون باوندز از. تمام، مش قصر على كده، خدت في الجمل تشويسز كتير قوي، جمل من هذه النوعيه، قلت مثلا 5 كيلومترز از ا لونج واي تو ووك، 3 اورز از ا لونج تايم تو ويت. انا قلت 3 اورز، اورز جمع، لكن جيت قلت از ما قلتش ار، بيكوز اي ام توكينج اباوت هول يونت، وحده كامله من الوقت او من الزمن. تمام كده، إذا كنت بقول to wait يبقى بس كان زمن، to walk بتكلم على مسافة، and so on. تمام؟ طيب، عندي كمان اتفقنا إن في a lot of words that end in s، كلمات كتير تنتهي بـs but also are treated as singular nouns، تعامل كمفرد. عندي كلمة athletics، athletics اللي هي ألعاب القوة، is my favorite sport. athletics، تمام كده؟ خدنا physics تنتهي بـs، خدنا gymnastics، خدنا كمان كلمة إلكترونيكس، بوليتكس، تمام؟ كلها كلمات منتهية بإس، أسماء علوم معينة، ومع ذلك بستخدم معاها إز كمفرد. تمام؟ The house is heated by the sun. إذا كنت بستخدم الفيرب عندي كلمة heat، فمش معقول هقول the house وكلمة يسخن، لا، يسخن passive voice، الباسف دايما هيبقى verb to be، تصريف ثالث،
وانتوا عارفين دايما الباسف موجود في الوحده الثالثه والرابعه والخامسه كمان في الكتاب بتاعنا، تمام؟ فقلنا the house is heated passive voice. الباسف فويس it is a must to use verb to be، طبعا بيكون في الـ في الـ في الكوركت تنس في الزمن الصحيح followed by the third conjugation of the verb. Number 9 or number 8, he used to arrive early. He used to, كلنا عارفين used to followed by infinitive to express a habit in the past. عبر عن عادة في الماضي. He used to express. طبعا كده اعتاد ان ها طبعا arrive early يصل مبكرا، نتكلم على عادة في الماضي. He is used to، لكن لاحظوا بقى لو حطيت verb to be او verb get get G-E-T لو حطيناها بكلمة used to يبقى لازم followed by gerund وتبقى عادة في الوقت الحاضر. He is used to arriving early. يبقى ايه الفرق بين 8 و 9؟ 8 it was my habit in the past، عادة في الماضي. I used to arrive early لكن these days or nowadays I am used to arriving. نخلي بالنا. اوكي نمبر 10. Somebody phoned while she was cooking. Here we have two actions that happened and finished in the past. She was cooking. كان بتطهى وبتطبخ. While cooking somebody phoned. حد اتصل أثناء وهي بتطبخ. يبقى حدثين. حدث استمر فترة قطع حدث آخر. Somebody phoned. Phoned when? When she was cooking. While she was cooking أثناء عملت الطه حد اتصل. ممكن اقول طريقه ثانيه during cooking. during cooking during بعدها اسم او جرند. somebody phoned. okay again space. شايفين كده قدامكم الشاشه هتلاقوا فيه فراغات للكلمات اللي احنا ممكن نلعب عليها في الامتحان، كلمات اللي ممكن تيجي غيرها. طبعا جايب الجمله بشكل صحيح، كلمات ممكن تيجي غيرها ويقول لي بقى لا انا عايز مثلا ايه find the mistake، اوجد الخطا. هبقى عارف الكلمات دي هي الاساس في الموضوع او هي دي الصح بتاعي. لحظه مثلا as soon as مديني مثلا بيقول لي as far as، ناس تقول لي ازاي لك مديني كلمه as far as، تمام كده؟ او as long as هقول لي لا، او as well as لا. الصح هنا كرابط as soon as. ليه؟ عشان we have two actions حدثين happened finished in the past one came before the other، حدث جاء قبل الثاني او occurred before the other. The one that happened first is in past perfect and the one that came later is in past simple. As soon as she had taken the photo she showed them to me. اخذت الصور فرجتني عليها. اخذ الصور الاول تبقى had taken past perfect وبعد كده showed me past simple، حدث تم في الاخر، تمام؟ Number 12. As soon as the photo had been taken, it was shown to me. الشاطر بقى يركز هنا، انا عملت ايه؟ ايه الفرق بين 11 و 12؟ في جمله 11 كان الكلام active. ان active voice في المبنى المعلوم او في الجمله المعلوم. ليه؟ بدات بالفعل احبائي، لاحظتوا كلمه ايه؟ كلمه she. بالنسبه لي ايه؟ فاعل. الجمله الثانيه كمان she showed them فاعل. لكن في هنا بالنسبه لنا في رقم 12 بدات بذا فوتو الصوره بدات بالمفعول فاصبحت had been taken. عايز اقول ان في المعلوم had taken مجهول had been taken. had taken past perfect active. had been taken past perfect in passive voice مبني المجهول. نفس الكلام she showed وريتني الصور. قلت I was shown او الصورة نفسها it was shown تم توضيحها وتوريتها ليا فاصبحت was shown verb to be تصريف ثالث. Number 13. People believe or believed that he was innocent. الناس تركز كده عشان احنا دلوقتي ناخد حاجه اسمها passive structures، بعض الحاجات الخاصه بالباسف اللي دايما بنقعد فيها شويه. لاحظتوا مكتوب كلمه people وكلمه that مثلا او جمله كامله people وذات، يبقى في النص لازم معلوم people space that. يبقى ما ينفعش اقول people are believed، لا people believe او people believed مش مشكله في التنس في الزمن، لكن المشكله people ونقط ذات تبقى الجمله معلوم. يعني ابعد عن بي والتصريف الثالث، ابعد عن بي والتصريف الثالث. طيب فاصبحت people believe that، الناس تعتقد اني he was innocent هو بريء. الجملة بالنسبة لي كده جملة معلوم
ركز عشان يشتغل نفس الجملة بكذا طريقة. بيبل فاعل، بيليفد فاعل، ذات هي واز انسنت، الكلام ده كله بالنسبة لي اوبجكت مفعول للجملة الأولى. فأصبح هنا بالنسبة لنا في جملتين، بيبل بيليف، بيبل فاعل، بيليف فعل، ذات مفعول، وتكملت الجملة بتاعتي. طيب هي واز انسنت جملة تانية، هي فاعل، واز فيرب انسنت، دي تكملت الجملة بتاعتي اللي هي صفر. تمام، مبريء يعني. نعمل ايه بقى؟ بيبل بيليف، بيبل ثينك، بيبل كليم، بيبل ريبورت، بيبل اناونس، الحاجات دي كلها، بيبل سي، الناس بتقول، الحاجات دي كلها احبائي بتبقى هو الافعال دي بالذات قاصره على البشر فقط. انا ما قلتش مثلا بيبل ايت او بيبل مثلا رايت، لا، حتى ان كان رايتنج قاصر على البشر، لكن هنا بالنسبه لي بتكلم على افعال قاصره على البشر. الناس تعتقد اني هو بريء، بدل ما الناس تعتقد بقول يعتقد. وكل الشطار اللي امتحنوا عربي وعارفين، عارفين ان كلمه بالنسبه لي يعتقد مبني المجهول. فبدأنا بيبل سي، الناس بتقول، بقول يقال، ضم الاول فتح ما قبل الاخر. تمام، يقال، يقال ترجمتها ايه بالعربي بقى او في الانجليش؟ هتبقى it is said، it is a said. تمام، طب لو قيل بقى people said كنت اقول ايه؟ قيل it was said، it was a said. زي الجملة بتاعتي هنا مكتوب people believed، people believed، الناس اعتقدت في الماضي، تبقى it was believed، it was a believed، اللي هي اعتقد. تمام، حطينا it، جبنا verb to be والتصريف الكام، it was believed، واكمل الجملة it was believed that he was innocent. طيب لو بدأت بقى بكلمة هي اللي هي فاعل الجملة الثانية، خلي بالك في رقم 15، أنا عندي الجملة هي واز انسنت، بدأت بكلمة هي، لازم برضه أحط ووز تصريف ثالث. ليه؟ عشان بليفد ماضي، بقت هي واز بليفد، هي واز إيه؟ بليفد. لازم بقى كلمة تو، هي واز بليفد تو، ونستنى عندها شوية، هي واز بليفد تو، تو جبناها من عندنا، هي واز بليفد تو. مكتوب عندي هي واز انسنت، هي واز ذا باست ولا بريزنت؟ باست، يبقى لازم تجيب هاف كمان، هي واز بليفد تو هاف، هي واز بليفد تو هاف. بعد هاف دايما كلنا عارفين تصريف ثالث، من كلمه واز تبقى كلمه بين، من واز تبقى بين، يبقى هي واز بليفد تو هاف بين انسنت. طيب لو مكتوب از، هي از انسنت، هي از انسنت، كنت اقول هي واز بليفد تو بي، ان كنت اقول ان الجمله الثانيه مضارع، يبقى تو بعدها مصدر، تو المصدر من از هتبقى بي. لكن بما ان الجمله ماضي هي واز انسنت، حطيت بعد تو هاف، وبرده من عندنا هاف دايما بعدها بي، بين كتصريف ثالث من كلمه ووز، بعد كده تصريف ايه، بعد كده اكمل الجمله الصفه بتاعتي. تمام، اف يو ووتر بلانتس، نخش بقى على قاعده اف، دخلنا دلوقتي على الوحده الثابته. اف يو ووتر بلانتس ذي جرو، دي بالنسبة لنا زيرو كونديشن، حالة صفرية. ليه؟ بتكلم على فاكت. If you water plants، لو رويت النباتات they grow. ايه الواضح عندي؟ المكتوب كده in black. هتلاحظ دايما في كونكتر، في كونجكشن، في رابط اللي هو كلمة if. ولازم طبعا هيبقى في stimulus فعل الشرط بالنسبة لنا كلمة water. وفي كمان جواب الشرط اللي هو الريسبونس بتاع كلمة grow. إذا كان عندي if you و space plants they grow، يبقى لازم اجيب فعل الشرط water، مضارع بسيط. طيب مكتوب مثلا find a mistake if you will water، ومكتوب الناحيه الثانيه they grow، لا، اذا كان grow مضارع بسيط يبقى لازم برضو فعل الشرط مضارع بسيط، تبقى if you water، وهكذا. اظن الناس فاهمه الكلام ده. تمام، طيب 17 او 17، if you water these plants they will grow. انا بتكلم هنا، لاحظوا الفرق بين 16 او 16 and 17. الناس تقول طب ما نفس الجمله، اقول لك لا، الاول كنت بتكلم على something indefinite، شيء مش محدد مش معرف، بقول لو رويت النباتات هتنمو، اي نبات هتربيه هينمو، او النبات على الاقل محتاج ماء كي ينمو. لكن في الجمله الثانيه قلت ايه؟ if you water these plants، بتكلم على something definite، شيء محدد، this in particular، هذه النباتات على وجه الخصوص، النبات ده بالذات لو رويت سوف ينمو. تمام كده؟ الأولى كنت بقول water plants، هنا بقول water these plants. تمام؟ جمع طبعا كلمة this بقت كلمة these، أفكركم، و that جمعها those. عندي كمان if you
space hard you space if you study hard you will succeed. ده بالنسبة لنا برضو قاعدة if. if you study دي حالة أولى. يبقى الناحية التانية will والمصدر. ممكن نعمل ايه؟ ناس الشطار نفس الجملة ركزوا عملت ايه بالظبط. شلت ايه فحطيت كلمة should. بقت should you study. should لازم بعدها مصدر احبائي. should you study hard you will succeed. معنى كده ممكن استبدل if بشد في الحالة الكام؟ الأولى. طيب ممكن ايه كمان؟ if you want to succeed study hard. الحالة الأولى ممكن تبقى أمر. if you want to succeed study hard. عايز تنجح ذكر بجد. if you want to succeed watch all our episodes on Corridor. تمام؟ if you want أدي want مضارع بسيط. الناحية الثانية فعل أمر هو study hard أو don't waste your time. if you want to succeed don't waste your time. يبقى ممكن استخدم الجمل الامريه امر مثبت او امر منفي او نهي يعني لو طبعا في الحاله الاولى. طيب نمره ايه 19 هتلاحظوا بقى كده if he arrived if he arrived early ده بالنسبه لي ايه طيب 2 he would meet us. يبقى arrived past simple would will must. ممكن نعمل ايه كمان نستخدم should زي ما استخدمناه في الحاله الاولى في الحالة الثانية كمان should he arrive should he arrive early he would meet. افرق ازاي الجزء الثاني would والمصدر would meet. طيب ممكن نعمل ايه كمان مكان كلمة if زي ما شلت if وحطيت should ممكن اشيل if وحط كلمة where بقت where فاعل to مصدر where he to arrive. ركزوا في الكلام ده قدام عليكم كويس قوي where he to arrive early he would meet us. طيب ممكن صرف النصيحة if I were you I would study hard. يبقى ممكن حالة تانية للنصيحة if I were you I would study hard. ممكن حالة تالتة if he had played well he would have won. لاحظت حالة تالتة تكون من مين if ماضي تام would have تصريف تالت ماضي تام had تصريف تالت وبعد كده would have تصريف تالت. ممكن نعمل ايه كمان نشيل if نحط كلمة had but had he played well he would have won. had he played well he would have won ونفس المعنى زي ما هو كاننا بالظبط مشيناش كلمه اف. احبائي بنقول الجرامر قدامكم راجعوا مره وتاني وتالت وعاشر وما تنسوش ان احنا لسه ما خلصناش. تابعونا في كايرو دور. انطلو بيت اجين جود لك اند جود باي.